واتش اب دار. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نشرح موضوع الفيمال تراينجل. شو احنا راح يكون على انه بالبداية ناخذ اوفر فيو، بعدين راح نروح على المجسم ونشرح كل التفاصيل، وبالاخير نرجع لملزمتنا حتى نغطي كل معلومات على الموضوع. كاوفر فيو راح ناخذ الكونتنت اوف فيمال تراينجل. الكونتنت متمثله بالفيمال نيرف ان از تيرمينال برانشز والفيمال شيث. بالفيمال شيث راح نلقى الفيمال ارتري، الفيمال فين والليف نودز. مثل ما هسه موضح عندنا بالرسم، نلقى البداية هنا نعين الفيمال تراينجل، هاي منطقة مثلثية الشكل الفيمال تراينجل. الكونتنت مالته قلنا بالبداية هو الفيمرال نيرف راح يكون most laterally one. بعدين نجي الشيث. الشيث عبارة هنا عن تشيس ببساطة، هذا الشيث مثل ما قاعد تشوفنا بشكل تشيس. راح نلقى فيه ثلاث مكونات اللي هي الفيمرال artery والفيمرال vein والليف نوت. الليف نوت هنا نركز deep ليف نودز، لأنه إنجوانال ليف نودز بتمثله بالسوبرفيشال وبالديب. فتحديداً الديب هي راح تكون من ضمن مكونات الفيمرال تراينجل. أنا هنا نيمونيك. النيمونيك هي عبارة راح تسهلنا حفظ وتذكر معلومات هذا الموضوع. ممكن تكون غير متقنة تركيب قواعدياً، بس الغرض من عندها لسهولة تذكر فقط. عبارتنا هنا يبحر أبا ناظل. شلون؟ يبحر معناها باللغة الإنجليزية sail. sail راح تمثلنا ال boundaries of femoral triangle، حدوده. أبا مكون من ثلاث حروف اللي هي I, P و A، اللي راح تمثلنا ال floor of femoral triangle. ناظل مكونة من أربع حروف اللي هي N, A, V, L، راح تمثلنا الـ content of femoral triangle. بأي اتجاه راح يبحر أبا ناظل؟ راح يبحر بأي اتجاه من laterally؟ عفونا هنا إلى medially. يعني كل المحتويات راح ناخذها بهاي المحاضرة راح تكون باتجاه إبحار أبا ناظل من laterally إلى medially. وهسه من راح نشرح على مجسم راح تبين كل هاي التفاصيل بشكل أوضح. هنا مثل ما قاعد نشوف بالمجسم يطلعها عندنا الفيمرال تراينجل اللي هنا راح يكون مثلث الشكل. نرجع التعريف انه هو تراينجل ديبريست اريا، منطقة مثلثية منخفضة تقع بالأبر بارت في الجزء العلوي من الميديال أسبكت، من الجانب الميديال. الجانب الميديال مثل ما كنا نعرف راح تكون قريبة من الميد لاين، مركز الجسم، ويكون بالثاي منطقة الفخذ. بالفيمال تراينجل راح نلقى باوندريز، راح نلقى فلور، روف، وكذلك راح نلقى الكونتنت. بالبداية نحكي عن ال border. مثل ما النمونيك اللي أخذناها يبحر أبا ناظل، يبحر سيل هي تخص ال borders. فترتيب يبحر أبا ناظل من اتجاه اللاترالي للاتجاه الميديالي. من اللاترالي وإحنا نرجع نعينه، هو هذا مثلث الشكل، هذا مثلث الشكل. يبحر أبا ناظل، أريد نحدد ال boundaries مالته من اتجاه اللاترالي إلى الميديالي. فسيل S A I L. S تأخذ هنا من اللاترالي، يبحر أي اتجاه؟ يبحر الاتجاه الميديالي، فأي يأخذها الميديالي. ما نحن قاعد نحكي عن منطقة مثلثية الشكل، معناها تحتوي على ثلاث أضلاع، ثلاث حدود. خذينا إحنا الحد اللاترالي S والحد الميديالي اللي هو A، فنحتاج حد الثالث مما وضح إنه هو راح يكون الحد العلوي A L I L. كل حد يدل على شنو بالضبط؟ S اللي هو الحد اللاترالي يدل على العضلة سارتوريوس مصل، عضلة سارتوريوس. A الحد الميديالي راح يدل على عضلة الدكتور لونجس. و AL اللي هو حد سوبرياري راح يدل على انجوانيال ليجمنت. مثل ما قاعد نشوف S A AL، هاي
كل الحدود اللي عندنا. S A A L هاي هي sail. Sail قلنا من laterally يبحر أبناضي من laterally إلى immediately. هسه ناخذ الأبا. الأبا قلنا يا هي للفلور. شلون أبا للفلور؟ A اللي هي I B وهي هاي لاي نفسها مرة ثانية أبا. I تدل على اليوسوس اللي هي تضمن عضلة الياكس عضلة السوس ميجر. P تدل على عضلة بكتينيوس. A تدل على عضلة الدكتور لونجس. فهسا عرفنا السيل عرفنا الأبا. هسا نحتاج نشوف يا هي نحتاج نشوف الناضل. من هو الناضل تحديدا؟ الناضل هو عبارة عن الكونتنت اللي هم راح ترتب من لاترالي إلى ميديالي بهذا الشكل. N تمثل النيرف. A تمثل الارتري. V تمثل الفين. و L تمثل الليمف نود. هذا ناضل. فسنراجع انه سيل هي تمثل البوندريز. الابا راح تمثل الفلور. وناضل هو راح يمثلنا الكونتنت. ناض اللي هي نيرف ارتري فين كلهم راح يكون اسمهم فيمرال على اسم المنطقة نفسها اللي احنا قاعد ندرسها فيمرال تريانجل. مع الليف نود هو راح يكون ديب انجوينال ليف نود. فسراح نشوفهم. هذا عندنا الفيمرال نيرف وهذا عندنا الفيمرال ارتري فيمرال فين والديب ليف نود. هاي ديب ليف نود مثل ما وضحت لعفو ديب انجوينال ليف نود لانه هي موجودة جوا الانجوينال ليجمنت بهذا الشكل. الارتري والفين والليف نود كلهم راح يكونون بالفيمرال شيث ما عدا النيرف اللي هو راح يكون خارج الفيمرال شيث وراح يكون موست لاترال وان اكثر واحد راح يكون بجهة اللاترال. هاي خلصنا من عندنا. يبحر اباناضل من لاترالي الى ميديالي. هسه نشوف المزم. هسه ارجع اقرا واشوف مزمتنا شنو مكتوب بيها. هنا يقول الفيمرال تريانجل هو عباره عن تريانجل ديبريست اريا منطقه منخفضه مثيره الشكل سيتويتد ان ذا ابر بارت اوف ذا ميديال اسبيكت اوف ذا ثاي في الجزء العلوي من الميديال اسبيكت الجانب الميديال القريب من الميدلاين في الثاي بلو ذا انجوانال ليجمنت. هنا مثل ما قاعد نشوف عندنا انجوانال ليجمنت تحتها. عندنا هنا الباوندريز. الباوندريز مثل ما عرفنا سابقا تتمثل بالسيل. يبحر اباناضل. يبحر باي اتجاه من لاترالي الى ميديالي بهالشكل. فعندنا اس راح تمثل عضله السارتريوس. عندنا الاي راح تمثل الادكتور لونجس. وعندنا IL اللي هو راح يكون الحد العلوي راح تمثل بـ inguinal ligament. مثل ما نرجع للرسم ونشوف هنا عندنا S لعضلة السارتريوس. باللاترال يبحر باتجاه الميديالي. عندنا الدكتور لونجس. بعدين راح نشوف السوبرياري راح نلقى inguinal ligament. الدكتور لونجس تحديدا منو عندنا؟ تحديدا عندنا الميديال بوردر. يعني هنا أنا هاي عندي الدكتور لونجس. هنا عندنا الميديال مثل ما نعرفه وهاي عندي اللاترال. الميديال بوردر مع الدكتور لونجس راح تكون عبارة عن الميديال بوردر أو فيمرال تريانجل.
ميديال بميديال. بس نجي ناخذ الفلور، الفلور تمثل هنا ايش يقول؟ اغوتر شيبد. يعني شنو معنى اغوتر شيبد؟ معناها شكل متزعزع. شلون؟ مثل ما قاعد نشوف هنا العضلات تكون اكو عضلة جاية من فوق من الابدومن نازلي جوا، اكو عضلة هاي عندي البكتينيوس تكون هاي مائلة، عندي هنا الدكتولونجس مائلة بس شنو بغير زاوية عن البكتينيوس، فما تكون بشكل مصفوفة، يعني مو نشوف عضلة بصف عضلة ما بينهم اي انواجات او انثناءات، لا تكون بشكل متزعزع باتجاهات مختلفة مثل ما قاعد نشوف هنا. فهاي نقدر نقول عنه الاغوتر شيب. فالفلور ماي فيمينال ترينجل اغوتر شيب فورمد فروم لاترال تو ميديال، هذا اتجاه الابحار اللي لازمنا من بداية المحاضرة لحد هسه، اللي قلنا الفلور راح تكون عبارة عن إبا، الآي راح تمثل ب الياس أوس، بي راح تمثل بالبكتينيوس، والأي راح تمثل بالدكتالونجس. طبعا ننتبه هنا ملاحظة مهمة انه الدكتالونجس لان ممكن هواية يخربطني بالمسكيوز ويقول ماغنس بريفيس، ما انه مثل ما نعرف عندنا هواية عضلات تكون ادكتر، فركز تحديدا هنا سواء بالمكونات يعني العفو بالباوندريز او بالفلور مال الفيمينال ترينجل، عندنا بس ادكتر لونجس ما عندنا اي ادكتر ثاني غيرها. نجي للروف، الروف تتمثل بالسقفية، يعني احنا مثل ما قاعد نحكي عن غرفة تكون مثلثية الشكل، هاي غرفة عن لحظة مو هيجي، المهم غرفة تكون مثلثية بشكل، وداي احنا اخذنا الحدود مالتها واخذنا الارضية، هسا احنا اخذ منو؟ احنا اخذ السقفية. تمام، فالسقفية مالتها هي عبارة عن السكين and fascia of the thigh. fascia of the thigh هتمثل لنا بالsuperficial fascia وبالديب فاشا. الديب فاشا هي عبارة عن فاشا لاتا، اسمها الثاني مثل ما نعرفه سنونا. نجي نشوف الكونتنت، كونتنت منو؟ هو يبحر أبا منو؟ ناضل همين اتجاه بحارة. The contact from lateral to medial. ببداية احنا ناخذ terminal part of the femoral nerve in its branches. هاي femoral nerve. نانا بعدين عندي الفيمورال شيث راح يتكون قلنا من ثلاث مكونات: artery, vein و lymph nodes. الارتر راح يكون femoral artery وطبعا تفرعاته femoral vein and its tributaries و deep inguinal lymph node. هنا ارجع اذكركم ركزوا deep، نشوف الرسم انا موضح عندنا بصورة كلش لطيفة. عندي البداية femoral nerve راح يكون most lateral one، بعدين يجي هنا مثل ما قاعد نشوفه هاي بشكل cheese، هاي عندي cheese انا شفاف حتى همي اللونه ايه راح يمثلنا femoral sheath. بالfemoral sheath راح نلقانا artery و vein راح يكون متلازمات اللي اسمهم على اسم الشيث نفسه على اسم المنطقة نفسها، راح نلقى femoral artery و femoral vein بالاضافة الى deep inguinal lymph nodes. وها هي، شكرا جزيلا لحسن استماعكم.